سبعة أيام، فبلاش تفتي أو تستظرف ولا تتشعبط في الأوهام. يجي السبت وبعد الحد ولازم تصحى بدري، كاره نفسك كاره اسمك قم بكرامتك دغري، تاخد دش وتحلق دقنك وتدور عالمكوى، خد لابتوبك كابل موبايلك والبس واطلع اجري. يوم الحد ده يوم الجد والمدير متنرفز، لو قفشك هيطلع عينك ويرخم ويغلس. يجي الاتنين وده زحمة العيد حضرك فيك تتأخر، كل الناس في الميادين معجونة وبتفرفر، توصل شغلك بعد كتير متعصب متكتر. يوم الاتنين اصلا اسفين فعدل وكبر. يجي بعديه يوم ملبوس سموه التلام، كل حياتك فيه بتبوس وتخش في متهام. يوم سائل تقيل ورزين مليان اجتماعات، مش هتروح غير بالليل ولسه عليك ايميلات. يجي بعديه يوم الاربع فيها مالو الاربع مالوش شخصية. طيب خش على الخميس. الخميس يوم التهييس لازم تفكر، كم لك ساعتين بعد الشغل لا تيجي على العشاء وتسكر، بكرة اجازة وبعده اجازة فرفش يلا وسكر. ده الخميس يوم التهييس كلم صاحبك سكر، تيجي الجمعة تصحى براحتك وتقول ما هنريح، تلقى الاسرة لابسة وجاهزة ترجع مفتوح قبل ما تقعد يضرب جرس الباب، تلقى زيارة ملهاش لازمة يا أهل يا أصحاب. يوم السبت تنام عالكنبة تفتكروا ده يوم راحة، ما فيهوش غير مشوار الدرس وتمرين السباحة، وكمان في مشوار صغير كلنا كده عارفينه، هتطلع عالسوبر ماركت وتعدي تجيب فيه، بس بسرعة بلاش تتأخر عالفيسبوك